هل بنات الاخوال وبنات العم والعمات من ذوي الارحام وهل يجب صلاتهم وهل يأسوا من ترك ذلك؟ نعم، بنات العم وبنات الخال اولاد العم واولاد الخال كلهم من الرحم، لكن من الرحم غير القريب اقرب منهم الاعمام والاخوال والاخوه والاخوهم من الاغالب البعيدين بعض البعد، فاذا استطاع يصلهما بمواساة المال فليفعل، واذا فليصلهما بالكلام الطيب والفعل الطيب والزياره الحسنه التي ليس فيها معلوم شرعا.